السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله في رمضان هنعمل الزبادي عشان نتسحر بيه في البيت بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة ومش مكلف، وفي نفس الوقت نظيف وهتعمليه بايدك. الزبادي سهل، هنجيب كيلو لبن من اللبان، نجيب لبن جاموسي عشان يبقى في ايه دسم شوية ميبقاش خفيف. اللي عايزه من بتاع المصانع يعمل بعلبة زبادي من بتاع المصانع اللي هو الجاهز اللي هو بتاع المصانع. احنا هنجيب علبة زبادي بلدي وهنعمل بيها، عشان انا عايزة الزبادي بتاعي يبقى زبادي بلدي. معايا علبة زبادي بحطها في البولة كده زي ما انتوا شايفين، بغلي اللبن، واللبن ده لما بغليه بسيبه يبرد لما يبقى زي دمعة العين كده، يدوبك دافي بسيط خالص. واجيب شوية لبن بحطهم على علبة الزبادي وادوبهم، ادوب الزبادي في اللبن زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقة، افضل اقلب فيه لما ما يبقاش فيه حبيبات خالص، يعني يبقى سايب زي اللبن بالظبط ان شاء الله كده زي ما انتوا شايفين. بصي بقلبه معايا في البولة لما يبقى ناعم خالص خالص، بزود شوية لبن تاني لما بلاقيه تقيل شوية، بزود شوية لبن كمان هيبقى ناعم، بزود شوية صغيرين كده واقلب تاني، افضل اقلب اقلب فيه لما يبقى ناعم معايا. متنسينيش بقى، معاكم مطبخ هالة الشريف، بقدم لكم وصفات بتاعت رمضان ان شاء الله باذن الله كلها تعجبكم. الزبادي البيتي ده متنسوش اللايكات بقى ان شاء الله. بكب بقى بضيف بقى الزبادي اللي انا دوبته ده لكيلو اللبن اللي يدوبك دافي بسيط خالص، يبقى ايه يعني تحطيه على ايدك تستحمليه كده اكني ادفى، طبعا يعني زي دمعة العين كده، يعني يا دوبك دافي بسيط خالص. بنقلبه كويس قوي في اللبن زي ما انت شايفه كده، بفضل اقلبه 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 لما ما يبقاش فيه حرقة، كل شويه تطلعي كده في الكبشه وتشوفي اللي فيه حبيبات ولا لا، لغايه ما يدوب خالص خالص زي ما انت شايفه. بجيب البولات لازم تبقى ناشفه خالص ونظيفه، بقى ايه بحط في البوله بقى لغايه ما املاها قبل الاخر بسنه كده وخلاص كفايه. لو عندك كوبايات حطي، لو عندك مجات حطي، في اي حاجه بتحطي، لان دوت طبعا مش هيتعرض لنار ولا حاجه. انا بحط فيه ميه سخنه وخلاص في الصينيه، هو طريقته سهله خالص، مش محتاجه اصلا يعني مش تعب خالص، هي عمليه سهله جدا بتعمليها. بسطره بتعملي الزبادي ده بطريقة سهلة زي ما انت شايفة كده، بحط في البولات، عاملة البولات كلها. انا معايا هي الكيلو لبن ان شاء الله هيعمل معاكي 7 بولات، 6 هتاكليهم وواحدة هتخليها تبقى خميرة، لما يخلص الزبادي تاخدي الخميرة دي وتعملي عليها كيلو تاني، كل مرة هتاخدي علبة وتشيليها على جنب، ديت هتبقى للايه للخميرة بتاعت الزبادي. تشيلي علبه كده اللي هي علبه الزبادي اللي انت ضفتيها دي هتفضل معاكي على طول، هتعبي فيها عشان ايه تبقى الخميره بتاعتك. معايا 6 بولات عملتهم، وبوله والعلبه اللي هي بتاعت الزبادي اللي هي الجاهزه هتمليها برضو وتخليها لكل مره زي ما انت شايفه كده، املاها وهحطها معاهم برضو، وهي دي اللي هتبقى ان شاء الله خميره وبتجمد زيهم بالظبط كده وتبقى متماسكه. وبخليها عشان دي هعمل عليها كيلو لبن تاني، ممكن تعملي كمان عليها 2 كيلو لبن، بس انا بحط خميرة بزيادة عشان يبقى طعمه حلو وجميل. بس انا طالما قطعت النص يعني العلبة مش هينفع بقى ايه، يعني مش هتكفي حد ياكلها مثلا، هي صغيرة خالص فبحطها بالمرة بقى. بجيب مية بتغلي زي ما انت شايفة من الكاتل كده، واجيب صاج اللي هو بتاع اللي انا بحط فيه المخبوزات والحاجات ديت، هو عريض مش يعني الحرف بتاعه عالي مش واطي يعني، فبحط فيه بقى المية المغلية من الكتل، وبحط فيه البولات كلها في نفس الصاج ده، وادفي الفرن، ادفي الفرن واطفيه، وبعدين ادخل الزبادي، هولع الفرن يسخن شوية واطفيه، وبعدين ادخل بقى الزبادي جواه واقفل عليه. بعد 4 ساعات بتلاقي الزبادي بتاعك متماسك وزي الفل، وطعمه نفس طعم العلبة اللي انت مشتريها من بره. هتجيبي زبادي بلدي هيطلع الزبادي بتاعك بلدي، هتجيبي من اللي هو بتاع المصانع هيبقى نفس الطعم، هيبقى ما ايه نفس بتاع المصانع بالظبط، بياخد من طعم الخميرة.
العلبة اللي انت بتضيفيها بتاعت الخميرة ديت بتاعت اللبن بتاعت الزبادي، هو اللبن هياخد من نفس الطعم، حسب ما هتحطي هيطلع الطعم. انا بحب الزبادي البلدي بتاعنا بتاع اللبان، انا بحبه فعملت بيه. اللي عايز يجيب علبة جاهزة من اللي هي بتاعت المصانع ويعمل بيها مفيش اي مشكلة، بيطلع برضو جميل وناعم وحلو وكل حاجة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وينعاد عليكم كلكم بالخير يا رب. احلى زبادي ان شاء الله تاكليه بطريقة سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة. لو حتى ايه، لو بنتك صغننه كده علميها وخليها تعمله هي، يعني عملية سهلة جدا مفيهاش اي حاجة. زي ما انت شايفة طلع معايا 7 علب، زي ما انت 7 بولات اهو، هدخله الفرن. انا كده سخنت الفرن وخلاص، هغطي بقى الزبادي وهدخله الفرن وهوريهولك بعد ما يطلع من الفرن بقى بعد 4 ساعات. الزبادي 4 ساعات 5 ساعات، بس هو يعني بيتعمل مش اقل من 4 ساعات عشان يمسك نفسه كويس، مش اقل من 4 ساعات. في الحر بقى ممكن 3 ساعات 4 ساعات هتلاقيه زي الفل. انتوا عارفين الجو دلوقتي دفى مش زي الاول، لو شتا ممكن تعمليه من بالليل للصبح او من الصبح للبليل، لكن في الجو الحر ده بيعمل على طول، بيجمد على طول. وده ممكن تاخديه برضو وتروحي ضرباه بشوية لبن وتحطيه في الكوبايات، هيبقى زي يعني هيبقى في منتهى الجمال. وممكن تحطي له فواكه، لو عايزة فراولة، لو عايزة موز، لو عندك اولاد اطفال صغيرين حطي له شوية فراولة واضربيهم معاه في الخلاط، هيطلع زبادي بالفراولة في منتهى الجمال. ممكن زبادي بالشوكولاتة، ممكن تعمليه بكل حاجة يعني. ممكن الزبادي، بس احنا طبعا عشان ما عندناش اطفال صغيرة فمش بعمله بالفراولة، لكن اللي عنده اطفال صغيرة ممكن يحط لهم شوكولاتة عليه، ممكن يحط لهم فراولة، وهيبقى طعمه تحفة جدا. شايفة ما ماسك نفسه خالص وما شاء الله عليه. تقلبيها كده تقلبيها كده ما بتقعش ولا اي حاجة، الزبادي ناجح وزي الفل. وبألف هنا والشفا. بصي هوريكي معلقة، ناعم وجميل وطعمه زي الجاهز واحلى وانضف بقى. انت عاملة حاجة بايدك وزي الفل. كل سنة وانتو طيبين، وينعاد عليكم جميعا بالخير. مع السلامة، باي باي.